السنغال، وفي الجهة المقابلة جمال بن ماضي فقط منذ أغسطس 2018 في ظرف أقل من سنة وصل للمباراة النهائية. أول مباراة بغداد، راه بغداد رياض من هنالك، رياض يا بغداد وقول قول عدلان يرفعها بعيدة ليوسف بليلي على جهة اليسرى، كرة بعيدة بالعمري فالتغطية خلى الكرة راحت مباشرة. ماذا يقول الحكم؟ خطأ عن جمال يوسف، ابحث عن جمال يوسف، كرة بعيدة وبالراس وبابا خطيرة ورياي استلم على ساديو والدفاع افضل. رياض محرز مازال عنده الكرة، يوسف بليلي بعيد وراح من هنالك يوسف بليلي يا جمال حذري، كرة بالراس، التغطية الدفاعية راحت من هنالك لرياض، وقصمة رئيس كذلك يا مهدي زفان، الكرة البعيدة خليها راحت مع هدف المصري محمود دياب. كرة راحت قصيرة، صعب يخرج رئيس، عليكم الآن بالدفاع على هذه الكرة في القائم الثاني. من هنالك الكرة تروح مباشرة للتماس لصالح السنغاليين. ندفع امسك ونمسك. شوف رامي بن سبعيني طبعا هنا الحي، يوسف واسماعيل والتغطية الدفاعية والحكم يقول للجزائر. اسماعيل انت توزن 30 مع رياض، يوسف صبالي مع رياض، يوسف صبالي مر، يوسف صبالي يلعب بنية مع وصدري، تقنية الفار موجودة، الكرة في المخالفة حذرية رئيس. عرفتها يا رئيس بأنه سيسددها مباشرة في اتجاهك. التغطية الجيدة للكرة من رئيس وهاب انجاي، الكرة السنغالية محاولة المرور يا جمال خطأ في التقدير يا سفيان، ما زالت الكرة السنغالية وراحت لدول. من خرجها؟ لمن خرج البطاقة هذه؟ هو رامي اللي ارتكب الخطأ، ولكن أعتقد خرجها للجهة أخرى، ولكن خرجها تحت ضغط اللاعبين السنغاليين. عارف من منح البطاقة؟ ما زالت الكرة السنغالية وصلت لنباي لنيانغ. با 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 أول تسديدة صاروخية على مرمى الحارس رئيس وهاب بولحي من هذه الكرة السنغالية. يا 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 طرح منتخب السنغال من هنالك تنفذ خطيرة يا رو عدلان قديورة بالراس الركنية الأولى. تنساوش بأنه كاين تقنية الفار، تنساوش بأنه كاين عدلان وجمال ويتفوق جمال وجمال يقاوم مازال الحكم. الكرة في المخالفة صعبة كثير للسنغال. والدفاع يخرج ليا مع قصمة على الجهة اليمنى، قصمة الكرة خطيرة ومازال وانطلاقة سنغالية وكرة خطيرة والبينية والتوغل والخطورة يخرج عربية. يا رامي يا بن سبعين يا بني، الله يرحم والديك يا رامي. العب الكرة وانسى اللاعبين. صفر نهاية الشوط بتفوق الجزائر 1-0. رامي بن سبعيني في الشوط الأول من عمر هذه المباراة. الشوط الثاني نتمنى أنه يخف علينا شوية الضغط والسيناريو يتغير. 45 دقيقة على موعدنا على دخول التاريخ مرة ثانية بهذا الجيل الرائع يا رب إن شاء الله. ضربة البداية لصالح بغداد بن نجاح ولصالح نصر المنتخب الجزائري. يمكن الحديث عن أداء جزائري سواء فردي أو جماعي، يمكن الحديث عن رد فعل سنغالي دام طويل. ما زالت قصمة مع رامي قصمة ورامي يرجع للخلف لإسماعيل صر ورايل ينفذ الكرة أولالا توصل رياض على الجهة اليمنى، رياض في المناوب يلعبوها هاي الكرة يوسف يلعبها لإسماعيل بن ناصر والحكم يقول ضربة مرمى. تبرها كتف لكتف عبد الله بيتفتح يا عيسى يا
ليس وساديو الكرة في التماس. رحماني راح ساديو رحماني راح ساديو يلعب لصر نيونغ وجمال يا سي كرة تقول هاي كرة تقول يا يوسف هاي كرة تقول يا يوسف هاي كرة تقول يا يوسف ورياض والدفاع رمي هذه الكرة في الآن للأمام في اتجاه الرؤوس كرة رايس هايفات وسلامات كبير مبذول بين اللاعبين في الثنائيات من دفع واندفاع ويا لها من ومن صراع ويا له من شد ومد الحكم المباراة يا له من حرق لك لعب ساديو ماني عند الكرة رجع للخلف سينيغالية الكرة وروري بعيدة يا رامي بعيدة يا رامي راحت 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 سهلة لي رئيس هذا لي من الكرة هذه خطيرة بين أحضان الحارس رئيس كيربينيت يعتاد 20 سنة إلى في بروج مباراة التاسعة مع منتخب بلاده بروج البلجيكي الحق يا رياض الحق يا رياض صبا لي مازال صبا لي أرضية ساديو ماني كرة صعبة للسينيغال أي 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 رياض أي 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 ماذا هنالك ضرب الجزاء ضرب الجزاء للسينيغال ضرب الجزاء للسينيغال يقول حكم المباراة السينيغال حكايتهم حكايات مع ضربات الجزاء عندهم خمسة طاولة حكام المباريات ضرب الجزاء يقول حكم المباراة للسينيغال ينتظر الحكم يا سيد الحكم يا سيد الحكم ما راحش يصفرها ما راحش يصفرها ما راحش يصفرها العب 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 ما راحش يصفرها العب العب ما راحش يصفرها العب العب ما راحش يصفرها هاي نقطة تحول المباراة هاي نقطة تحول المباراة قال يوسف بلايدي كرة في العمق حذري 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 بابا 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 راحت سلامات وبعيدة تماما رئيس وابن بول حيرس الكرة بعيدة بعيدة من يونغ كرة كانت رائعة من لامين قصمة في القائمة الثالثة في الاتجاه الخطير عفوا خرج لك يا جمال ويا عيسى يمندي نيونغ وراحت سلامات هاتي الكرة مش متعودين نخليه فراغات مثل هذه يخرج لنا يرجع لي ماني يرجع معي رياض ماني اوه في خطأ راح سفيان راح سفيان راح سفيان راح سفيان راح سفيان غطى كورتو سفيان مازال سفيان ساديو ماني استلمها ساديو يلعب مرة ثانية صيفاتو تبقى السنغالية رجعت الخلف تسديدة ولنا رئيس يا رئيس يا رئيس يا رئيس يا رئيس يخرجها للركنية كرة صبالي وعائلته الزوجة والأبناء والبنات حاضرين في المدرجات طبعا زوجته جزائرية فرانك ريبيري صلاح منتخب السنغالي ساديو ماني وعيسى يوسف مازال عنده الكرة يوسف يدخل يوسف يمر يوسف وتوزيعه با 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 ركنية أخرى يوسف مرة أخرى وركنية أخرى يا 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 حرت من هنالك يا رياض يبحث عن الرؤوس رياض جول ولا لا ركنية رائعة التوزيع هذه في اتجاه الرؤوس رامي بليد يا تاج يا تاج يا تاج وعدلان ومعنائق ما ربقت عن إعادة كي دقائق بقت مشاهدي الأفاضل على دخول التاريخ من هذا الجيل يوسف بليدي مع إسماعيل لعب مع الكرة إسماعيل